فاكر المرافيد بتاع الجيش والطلاب اللي اشتغلوا دربوهم في ال في ال يا اخي اسمع شنو يا اخي، الطلاب اللي دربوهم بتاع الشهاده السودانيه يا اخي نسيت شيء ما ذاته. المهم اكتبوا لي تمام. المهم اي زول عنده علاقه بالعسكريه، وزمان الناس اللي كانوا شغالين في الحركات المسلحه وخلوا الشغل، اللي عندهم خبره عسكريه وقاعدين هنا في القرى دي وقاعدين اتجاه جبل مون، في حاجه واحده امسكوا المحلة دي قطوها سكريم شوطات، سجلوا المكالمة سجلوها كشكل مكالمات صوتية كبسولات وصلوها للعساكر. ركز معي انا ما تركز في التعليقات. اول حاجة العساكر ديل هم طبعا الناس دي زاحفين زي ما ذكر لكم في المكالمة الصوتية هنا، زاحفين زحف من الفاشر من وين من وين، المهم جايين. احنا ما عندنا معهم شغلة، واقف معهم الدعم السري، ما تعاين السلاح ده كله ما عندك معه شغلة، ما عندك شغلة بالسلاح ده لانه هم اصلا جايين جاية. ونحن قاعدين في قرى، القرى اللي حوالينا دي شفتها نحفرها خنادق جنبنا، نحن نخندق بأي فهم كويس، نخندق نحن بأي فهم هنا، نحن قاعدين في القرى على عساكر اللي كانوا شغالين في الجيش. خليكم مع المواطنين المسلحين تسليح عادي، في مواطن مسلح تسليح عادي ده انت خليك جنبه تمام. فأهم حاجة ها بري انا جاي لكم زقو تحياتنا لكم قدام، بس اهم حاجه كتر لنا الذخيره والدانات بتاع الاربجي، لانه الاربجي ده ها الناس دي لما جايين لنا بعربات، جايين لنا بعربات ندقهم باربجي بس، ما انت كده كده ميت، لانه الاربجي ده اصلا الدانه حقه مصنع مضاد للدبابات وتجمعات العدو والدشم الخرسانيه. بقطع الجنزير بتاع الدبابه عادي بدق، شفتها شينفع دانه بتاع شينفع، قلت شفتي التاتشر ده يقوم يطير فوق زي الافلام. خليكم جاهزين، لو فيكم اي ناس منكم انتوا شايلين سلاح جايين، انتوا شايلين سلاح جايين عشان دايرين تخشوا القريه، لقيتوا ناس بتاعت الدعم السريع كويس، ناس بتاعت الدعم السريع لقيتهم كويس، لا ما الكليه الحربيه، الطلاب الخريجين بتاع الشهاده السودانيه خدمه الوطنيه، تحياتنا تسلموا شكرا كويس. لو لقيتوا عربات بتاع دعم سريع وانتوا عندكم سلاح في العربات، اتاكدوا تماما دينك العربات شفتوهم، عشان ما يقبضوكم، ولو قبضوكم هيقتلوكم. طوالي اربط الدانه بتاع الاربجي، رد رد رد، ربطت الدانه كلهم، الناس اللي راكبين في العربات اربط الدانه بتاع الاربجي، اربط طوالي الفيوس، تك 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 تك، شيل التيله برا وقول له امسك يا زول. الاربجي ذاته اهم حاجه، الاربجي لازم تركبوا التلسكوب، التلسكوب بتاع الاربجي فوق شفته، رد رد، تركب التلسكوب بتاع الاربجي، تخطوا كده تخطوا صليب زي ده بس. العربات كل العربات اللي جايين بتاع الدعم السريع ما داري كتلوكم صح؟ تخطوا كده بس شفتها؟ السهم بتاع الناي ده تخطوا زي ده في اللاند كروزر، قول له امسك دي ستك امسك هنا. لانه نحن بندافع عن نفسنا بس. نحن ما اعتدينا على زول، والدفاع واجب وطني، ونحن معاكم ناس دار اندوكا. اسمع الكلام ده كويس، نحن معاكم ونحن مخدقين العام. نحن معاكم، ما بنقدر نخلي مواقعنا، لكن الناس اللي قاعده هناك تقدر هناك، لكن لو الامر اضطر البلد بقى جهيم، نحن بنخش معاكم طوالي. ورساله للناس الموجودين هناك اتجاه ناس اوي صاحي النوم يا زول، اوي بلاش وساخه معاك، الناس اللي قاعدين في زارنجي والقاعدين في نياله والقاعدين في معسكر بتاعت كلمه ومعسكر بتاعت زمزم والاتجاه الفاشر والقرى بتاع الفاشر والقرى بتاعت زارنجي والقرى بتاعت نياله، وكلكم جد خليكم جاهزين، لانه لما تتب، وانا اكد لك اقسم بالله العظيم لو طبقتوا النظريه انا حسي بقول هذا، قسما بالله ديني حيت الدعم السريع بعدك نمشي نحاجج مع ناس المركز، والله قسما بالله. كم هم؟ كم؟ كم هم؟ اقسم بالله طبقوا النظريه ده يا جماعه، يا جماعه افهموا، يا ناس افهموا، والله اقسم بالله دي ان احنا دايرين نلقى مليشة، تعرفوا مليشة؟ مليشة بس، لا عندنا شغله بحركه مسلحه، وما الناس التعبير للحركات المسلحه، هوي افتح ميتين ابو اهلك دايرو. الناس الشغالين في الحركات المسلحه ادونا الزغاير، جيبوا الزغاير وجيبوا الاربجيهات والدانات بتاع الاربجي سريع، هيا عاجلا ام عاجلا سريع. شوف اسمع الكلام ده كويس، اي عربيه مشونه بسلاح دير تخش جبل مون، لقيتوا بس قوات، لقيتوا ديلك شفتوا عربات ديلك، ولازم يكون في عربيه بتاعت استطلاع، في عربات تتحرك بتاعت استطلاع تمشي بدون زخاير، العربية بتاعت استصلاح نايم، ولازم يكون عندكم نظارة بتاعت ميدان،
شفت النظاره بتاعت ميدان اهم حاجه. الكلام ده كله شيلوه يا جماعه، هوي بري هوي يا زوخو، هيا هيا جيبوا النظارات بتاع الميدان ده كلها، عدوها للناس دي وبالذات الناس الموجودين قلت لك العساكر، وقفوا جنب المواطنين. في عربات يكون اثنين ثلاثه عربات مشتتين عشان يعملوا استطلاع، شمال يمين بتاع تعمل استطلاع. العربات المحمله بالذخاير دي لازم يكون الناس اللي قاعدين فوق ده اقل حاجه اي عربيه يكون عنده 10 نفر، دي ال 10 نفر راكبين كلهم بأربجيهات، واي أربجي لازم يكون مربوط فوقه شنو؟ مربوط فوقه اسمه تلسكوب. مجرد ما شفته الناس دي لك هناك كويس، ولازم يكون في اجهزه ثريه ما معروف يمكن الاتصالات تتقطع بينك وبينهم، تمام؟ ما عندك شغله، وانا ده افكك لك الشغل ده تاني. الشرايح، الشرايح طبعا بال 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 بالارقام الوطنيه صح؟ عندكم ناس ماتوا في دارفور كتير، وعندهم كان تلفونات شرايح استخدموا شريحتهم، خليهم في ينقطوا من الخبر عشان ما يرصدوا المكالمات، ولازم تستخدموا اجهزه ثريه. هم حاجه يا جماعه، هوي كلنا جبل مون، جبل مون اللي بيحصل فيه ده مجزره، ولا في زول بيشتغل بيك ولا في زول عنده معاك شغله ولا بتاع. نحن ولا نعتدي لزول ولا قلنا اقتلوا زول، ولا دي اخلاقنا ذاته نحن عشان نقول اقتلوا الزول، لكن يا جماعه بقت في اكر دارنا والناس دي جايين من هناك. يا جماعه اسمعوا المكالمه الصوتيه، الناس تعمل شير، يا عامل شير، عامل شير يا اخي، عامل شير يا اخي، عامل شير يا اخي، عامل شير. انت قاعد تلاقي هنا يا اخي ميتين ابو اهلك ذاته، يا ما انت اللي قتلت ميتين ابو اهلنا ذاته. عامل شير يا زول، عامل شير نفكك الشغل ده كله يا زول. اسمع الكلام ده بالشير بعدين في القناه بتاعت نيالا يا جماعه، بالشير في القناه بتاعت نيالا بعدين. اسمع الكلام ده، اسمع الكلام ده. يا رب العرب دي اللي هنا بقبر من بيجن عليه الحكومة، كان قبل أمبارح صار أحسن، لكن العرب دي خشوا في حلف شين، قال لك من ناس صمدهم، من ناس رهيد البردي، ليه ناس كفكبية جاهز، ليه ناس الفاشر. عرب ده كلها قال لك تزحف بس عربات ودواب عالم بس بيزحفوا جاي، والبيضربة دول قالوا يمكن العرب بسقطوا فيه، يمكن بس العرب زي قالت كلهم كيوحدوا كلمة واحدة، قالوا البلدين يجي أنا سقطوا بس خلاص اللي انطفح الكيل. قال لك العالم، قال لك لما فوق بالارديب، قال لك لما الاف 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 الاف، قال لك لا بيأكلوا ولا بيشربوا، والناس الغادات لزموهم، الغادات لزموهم طبعا، غادات بتاع الدعم السريع، المجرمين اربجي حد بس يا جماعه، اربجي بس، خليكم جاهزين وصاحين. هوي انت هوي الزور اللي قاعد تلاقي هناك في عندك قروش سايد الناس دي الليله عاجلا او عاجلا، الناس قاعدين هنا سريع اي محل، نانتي انسي روان زفت الطين عفن بريطانيا كندا النرويج السويد الزفت الافن امريكا، الناس طوالي سريع 10 15 نفر 20 نفر يتلموا، ما تحرسوا الناس الباقيين، كل 20 نفر يتلموا عندك بس، عندك شفت حولها طوالي، حول طوالي القروش دي عشان الناس دي شفت تاكل وتشرب، تاكل وتشرب، والتجار اللي قاعدين هناك الناس دي ما بحموكم، ما بحموا قروشكم اللي قاعدين دي، شفتها؟ ما تترقدوا ليه ساكن؟ الناس تدفع القروش بقدر ما تقدر، شوف حبايب اسمع الكلام ده كويس، قسما بالله انا الخطه الاستراتيجيه اللي قلت عليكم ده، انتوا الناس اللي قاعدين في القريه قلت لك، وزايمن ابدا العساكر قلت لك شغالين كان زمان في الجيش، الزهجوا واترفضوا، والناس الطلاب بتاع الخدمه الوطنيه كويس، والناس اللي كانوا عندهم علاقه بالحركات المسلحه، ويسللوا جزء منكم من الحركات المسلحه، ويسللوا الناس اللي شغالين في الدعم السريع اخذوا اذونات كويس، يتخرجوا، والناس اللي شغالين في الجيش اخذوا اذونات كويس، ما عندوك اذن صح؟ خش جبل مون يا بابا، خش جبل مون عاجلا ام عاجلا، والناس اللي قاعدين هناك انا ما بوصيكم، تحياتنا لكم، الحاجه اللي حصل في جبل مون ده اصلهم هسه قادرين يردوا، وما عندكم شغله، حبيبنا ما عندك، يا اخي ده 213 بتاع دعم سريع، عندكم 240، كل واحد يقنص عليه 13 بس. امسك ستك موضوع انتهى، ما عندك شيء، راكبين تاتشرات جايين بتاتشرات ما يخرك اي تاتشر، فيه رباعي، فيه سناي، فيه دوشكا، ما عندك تدمير بس، تدمير بأربجي بس، شفت تدمير بأربجي، وكل العربات الجايه خشه لجبل مون قلت لك لو في لازم في عربات يتقدموا قدام استطلاع، يعملوا استطلاع فاضيه بس تعمل استطلاع، والعربات الجايه من ورا كويس؟ جمل ده يا حبيبنا انتوا لو دقيتوا اربجيها، لو دقيتوا بس مثلا 1000 دانه بتاعت اربجي، قسما بالله الذي رفع السماء بلا عمل، لو ما بقت حره، لو ما بقت منطقه حره كويس، منطقه عديد زي اوي والله تكون نظيفه، والله العظيم قسما بالله لو في زول كحلوه بشطه ما بيجيكم، اضربوا ضربه من حديد، الناس دي جايين لكم.
الناس دول جايين لكم، نحن معاكم، لو البلد ولعت خلاص ولعت، ناس دار اندوكا جوا يا صاحبي، كل ناس دار اندوكا بخش شنو؟ البلد دي جوا، نضرب ضربه من حديد. اسمع الكلام ده كويس، نحن لا يتدين لزول، ولا نحن ولا قلنا دايرين نغتصب مرض زول، ولا قلنا دايرين نقتل زول اوانطه، لكن اللي بيحصل ده ابس. ولو اشتغلتوا صح، لو اشتغلتوا صح وقفتوا ضربتوا ضربه من حديد، قسما بالله محلكم ده بنضف. او يا ناس نيالة، ياي ياي يا ناس نيالة، نجي انا عندي اخبار حلوة جدا، انه كمية، تعرفوا كمية كمية من جماعة عبد الواحد، انقرصوا من عبد الواحد. عبد الواحد عبارة عن شنو؟ عن فزاع فقط، ما في اي حاجة. عبد الواحد عبارة